السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناتكم ومدعنا أهلا بحضرتكم. النهاردة هنتكلم عن أسوأ لمبة ليد موجودة في الأسواق. طبعا احنا بنتكلم عن الفئة الاقتصادية، الفئة الكل بيشتري منها، فاحنا مش هنتكلم عن الماركات المشهورة، احنا بنتكلم عن التصنيع الخاص باللمبة. طبعا في دوائر عدة للمبات الليد، أبرزها اللمبة الاقتصادية زي ما حضرتكم شايفين، واللمبة الخاصة اللي موجود فيها درايفر زي ما حضرتكم شايفين. أول حاجة هنتكلم فيها عن اللمبة الاقتصادية، بتكون من مكثف سيراميكي ومكثف مستقطب، بيعمل على تنعيم التيار، أما المكثف السيراميكي بيعمل على تخفيض التيار. عدة ديودات أو بريك بيعمل على توحيد التيار، بها مقاومات بقيم ثابتة. من عيوب هذه الدائرة إنها بتتأثر بارتفاع وانخفاض جهد الشبكة. من العيوب الأخرى إنه بيحصل تلف في المكثف، مخصص مكثف التنعيم، في حالة تلف الليدات لابد من تعويض الليد باستخدام مقاومة من 50 إلى 100 أوم زي ما ذكرنا في الفيديوهات السابقة، أو باستخدام زينر ديود. في حالة عمل كوبري خاص بالليدات بتحترق اللمبة بسرعة شديدة جدا. البوردة الخاصة زي ما حضراتكم شايفين للتبريد متكونة من الفايبر، يعني كده مش بيحصل تبريد كفاية، مما يؤدي لسخونة في الليدات واحتراق الليدات بسرعة. بيحصل تبريد في الليدات بسبب السخونة، تبريد للطاقة الكهربائية بدون إنارة. مش هنصحك انك تشتري هذه اللمبات. النوع الثاني زي ما قلت لحضراتكم بيتكون من الليدات بها درايفر، ليد درايفر، نفس اللمبة ولكن من الخارج، طرفين لاين ونيوترال او الكهرباء بيدخل على البريج لتوحيد التيار. بعد كده في مكثف للتنعيم، بعد كده في اي سي به مصفت ومكبر عمليات يعمل على وصول الجهد للطرف الموجب والطرف السالب، ويكون الفرق الجهد بين الطرف الموجب والطرف السالب 0 فولت. التيار ثابت بالدائرة ده، هي يعني نضمن ان في حالة الاصلاح وعمل كوبري او عمل بريج ما يحصلش اي تلف في باقي الليدات، لان التيار ثابت زي ما قلت لحضراتكم مهما اختلف الجهد. ولكن عكس دائرة اللمبات الاقتصادية، في علاقة عكسية بين الجهد والتيار، كلما زاد الجهد نقص التيار، وكلما نقص الجهد في حال تعويض اللمبات يزيد التيار مما يؤدي لاحتراق الليدات بسرعة. في ملف لإزالة النويز. البوردة الخاصة من الألمنيوم، جسم اللمبة من الداخل من الألمنيوم. وكده أقدر أنصحك إنك تشتري اللمبة ده، هي لأن جسمها ألمنيوم والبوردة ألمنيوم، بيعمل على تشتيت السخونة مما يؤدي لإطالة عمر الليدات. تاني حاجة، في حالة الإصلاح بأي حد يقدر يعمل لها إصلاح باستخدام عمل بريج باستخدام القصدير. وبكده نكون انتهينا حلقة النهاردة. شكرا متابعين قناتكم ومدعنا، أتمنى تكونوا استفدتوا معنا. الرجال اشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.